السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة القصيرة جدا لأحدثكم عن الوعكة الصحية وهذا الغياب الذي شهدته قناتي وبعض الأمور الأخرى. وصلتني الكثير من الرسائل، شكرا لكل من اهتم بشأن هذه الأزمة والوعكة الصحية التي مررت بها. فبعد عودتي من السفر يبدو أنه فيه فيروس تعرضت له، فمررت بمرحلة صعبة جدا وحمى منقطعة النظير، وصلت إلى مستوى كبير، ولكن الحمد لله بدأت الأمور تنفرج شيئا فشيئا، هذه بفضل الله تعالى ثم بفضل دعواتكم، بارك الله فيكم جميعا. حقيقة أنه في مثل هذه الظروف يكتشف الإنسان معدن الآخرين، ليس المحبين فقط، فديدا المحب أن يدعو لمن يحب. وأيضا وجدت حتى رسائل وصلتني من بعض الخصوم إن صح التعبير ممن ينتقدوننا، وبارك الله فيهم، عبروا عن تضامنهم وعبروا عن موقفهم كذا ودعواتهم، جزاهم الله خيرا وجزى الجميع على هذا الاهتمام. حقيقة أن في مثل هذه اللحظات الإنسان ينسى كل شيء، لا يذكر إلا صحته، ولا يذكر إلا مآله، ولا يذكر إلا ما ينتظره عند رب العالمين. ودائما الإنسان تجده في هذه اللحظة يعيش مع ذاته ويراجع أوراقه ويراجع الكثير. وصدقوني في لحظة المرض لا تنفع لا نجومية، ولا ينفع مال، ولا تنفع بهرجة، ولا ينفع سلطان، ولا تنفع معارضة السلطان، ولا ينفع أي شيء. ربما يبقى الإنسان يتذكر بعض الأعمال الصالحة الصغيرة التي قام بها، ويحاول يتذكرها ويحاول يدعو الله تعالى من خلال تلك الأعمال التي لا يعرفها الناس، وربما قام بها من حيث لا يدري الناس، لعلها تكون شفاعة له عند رب العالمين. حقيقة الرسائل التي وصلتني تسأل وكذا، وأخرى كاين اللي يسأل ما هو سبب الغياب وكذا، وأخرين ما أصلا ما سمعوا أنني أصبت بوعكة صحية. ولكن أعلمكم جميعا الحمد لله أن هذه الوعكة ليست بالخطيرة جدا كما قد يتوهم البعض أو شيء، هو حكاية تتعلق بفيروس رحلة سفري، وبعد العودة يبدو أنني أصبت بهذا الفيروس. والحمد لله رب العالمين، يعني وصلنا مرحلة صعبة، والحمد لله تعافت الأمور، وما زالت شوية حمى وما زال شوية تعب ما بعد تلك الحمى الكبيرة والتي والمعاناة التي مررنا بها. ربما سيتواصل الغياب عدة أيام إذا على حسب الوضع الصحي، وسنعود بإذن الله تعالى إلى تحليلنا المستمر، تحليلنا إلى الأحداث، تحليلنا إلى الوقائع. وطبعا الهدف منها كما دائما أؤكد، والله ليس نفخ الصراعات ولا بذر الكراهية، بل هي الدعوة إلى الحب والدعوة إلى التآلف ودعوة إلى معالجة الأزمات بين الشعوب والمسلمين وأبناء المنطقة، في ظل أخوي، في ظل حتى الخصومات تكون بشرف على الأقل تبيان عيوب الآخر، في جو من البحث عن الحلول النهائية وليس البحث عن تأزيمها. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة اللي لازم يفهمها الجميع. هناك الكثير، يعني ربما في الثلاثة أيام اللي غبت فيهم أحداث كثيرة كانت الناس تنتظر رأينا فيها، ولكن إن بقيت هذه الأحداث لديها مفعولها أو رأينا أن لديها تأثيرها في مجريات الأمور لاحقا سنتحدث عنها، وإن رأيناها قد عفى عنها الزمن فلن نتحدث عنها والأمور تتجدد سريعا. إذن إخواني الكرام، هذا هو سبب الغياب. إن شاء الله سنعود في أقرب الأوقات على حسب المتاح لبرامجنا ولبثنا المباشر. وتأكد يقينا وأجدد هذا الأمر أن ما أقوم به في إطار دور تحليل سياسي. البعض يقول لي في هذه الفترة تهتم كثيرا بمسألة الأزمة بين الجزائر والمغرب،
ولماذا؟ هناك أزمات أخرى لا تهتم بها، هناك أزمات في الداخل الجزائري وهناك أزمات أخرى. أقولها لكم، أزمات الداخل دائما تلقاها مرتبطة بأزمات الخارج، ولا توجد الآن أزمة تعيشها المنطقة ولديها حتى امتدادات دولية مثل أزمة الجزائر مع المغرب، وهذه الأزمة ستكون لديها تأثيرات سلبية على الداخل الجزائري وعلى الداخل المغربي. فصراع بين دولتين يعني تشكلان قطب الرحى في المنطقة المغاربية مستحيل تمر مرور الكرام، لا يكون لديها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، ستكون لها امتدادات في هذا الأمر. ولذلك عندما لاحظت الناس اللي متصدرين المشهد، إما أنه مطبل ومزمر بكل الطرق إلى الجانب المغربي بدون مراعاة حتى إلى بعض النقائص والسلبيات اللي موجودة عند الطرف المغربي، أو مطبل ومزمر للسلطة الجزائرية بدون مراعاة السلبيات اللي موجودة في هذا الطرف، كل واحد يحاول أن يرمي الكراهية تجاه الآخر، هذا يريد أن يستهدف أرض الآخر وذاك يريد أن يستهدف أرض الآخر، وهذا يقول نفتت الجزائر والجزائر تقول تذهب وتحرض رسميا على تفتيت الوحدة الترابية المغربية من خلال ما نراه الآن استهداف منطقة الريف، يعني هذا أمر رسمي. ما أقل في الجانب الرسمي المغربي لا يوجد ما يوحي أن المغرب يريد استهداف الوحدة الترابية الجزائرية، ولكن من الطرف الجزائري سمعناه عدة مرات من عمار بلاني، وهذا أمر خطير لأنه فتح تبادل النزعة الانفصالية بهذه الطريقة سيدمر المنطقة كلها. العالم يذهب نحو التغيير، والعالم الإسلامي يحتاج إلى تغيير، والتغيير يصنعه المصلحون والصالحون والعلماء، لا يصنعه الطالحون والغوغاء والخبثاء والأغبياء. صدقوني، أولئك الذين يتواجدون في شبكات التواصل الاجتماعي قبل ما تروح تسمع لي من يكون أولا، ما هو رصيده في النضال، ما هو رصيده في العلم، ما هو رصيده في السياسة. ليس كل من يأتي ويتحدث لك ويدغدغ مشاعرك في أشياء تتخذ قدوة. هل تعلم بأنه أخطر شيء استهدف الأمة المسلمة على مدار عقودهم استهداف القدوة؟ القدوة في الأسرة، والقدوة في المدرسة، والقدوة في المسجد، والقدوة في الثقافة، والقدوة في الإعلام، حيث صنعوا لنا قدوات مزيفة، قدوات فاسدة أخلاقيا. هذه القدوات خلوا الناس تغتر بهم وتتشبث بهم وتتبعهم، وبعد ذلك يقودونهم إلى الهاوية، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد منظومة التربية ومنظومة صناعة الأجيال عندما تصنع لها قدوات فاسدة. تجيب قدوة رياضية من المفروض أنك تتعلق به كرياضي، ما تتعلقش به كقدوة. إذا لبس تلبس كيفه، إذا مشى مع زوجته عريانة حتى أنت تعري زوجتك، وما إلى ذلك من هذه الأمور. لا، إذا كان عجبك رياضيين خلي في إطار رياضي، إذا عجبك شاعر يقول شعر جميل خلي في هذا الإطار، ولكن لا تتخذه قدوة. القدوة من هو؟ ذلك الذي يحافظ على قيمك. معليش كي تتخذ واحد قدوة رياضية، يعني تتمنى أن يكون ابنك رياضي مثله، يلعب كرة القدم مثله، تتخذ قدوة طبيب جراح شهير وصل لدرجة أنه يقوم بعمليات جراحية على مستوى عالمي، ما يهمش دينه، ما يهمش ثقافته، وما يهمش شيء أو تقاليد وعاداته، هذه حطها جانبا، خذ منه هذا النجاح في هذا المجال. تتخذ واحد قدوة مثلا إعلامي صار مؤثر ويعمل ربورتاجات في كثير من مناطق النزاع ولديه تأثير، ولكن لا تتبع ملته ولا تتبع عاداته ولا تتبع تقاليده، هذا هو. أما القدوة الحقيقية اللي لازم تتخذ مثال في الخلق ومثال في القيم، هو أنه يكون من يحمل هويتك ويحمل قيمك، وهذا الذي يجري إفساده. لذلك نجد على مدار عقود خاصة في الجزائر جرى إفساد القدوات، فلا صار المعلم عنده قيمة ولا الإمام عنده قيمة، فالإمام صار يوصف بأنه إمام السي سي بي، والمعلم صار تاجر يقري الأولاد وبعد ذلك يتاجر بهم في دروس خصوصية، وراحتك القيمة نتاع المعلم. حيث كنا زمان يعني معلمين متوعنا ما نقدروش نشوفه في الشارع، نمشي في الشارع اللي مشى فيه المعلم تبعي، ولا نقدر نظهر له حتى غدوة يقول لي أنا شفتك البارح في الشارع. ما زالوا معلمين والله اللي درسوني الآن راهم يتواصلوا معي في الفيسبوك وموجودين، والله أخجل أن أنشر شيئا ما يكون لا ينظر له بنظرة الإعجاب والإحترام، ولا أو أجده أنه ممكن أن يلومني عليه. في حين الآن الأجيال هذه يقول لك معلم الفلاني
هذه جارني نخلص فيه وراني كل من عندي وراني شريت البسكيلات ولا عاونت شرى طوموبيل وإلى ذلك من هذه الأمور. المهم إخواني سأعود إليكم قريب إن شاء الله بالعودة إلى مجال التحليلات بصفة حيادية بصفة متوازنة بصفة تفتح الأفاق على حسب ما نعلم. أنا لا أقول أنا أعلمكم ولا أقول أن الحجة عندي انتهت ولا أقول أنني أخيف وأرعب الأنظمة والحكومات أبدا، والله إنسان أبسط مما تتخيلون أبسط مما تتخيلون. أتاح الله لنا تعالى الفرصة للعمل في مجال الإعلام وفي مجال حقوق الإنسان، كل مرة نقدر الأمور على حسب ما يتاح لدينا وانتهى الأمر. لا أقول لا أنا أعلمكم ولا أنا أفضل منكم ولا اتبعوني ولا تتبعوا غيري ولا أقول لكم أن ما آتي به هو حجة عليكم، لا أبدا. اسمعوا إذا وجدتم فيه ما يفيد فخذوه، وإذا وجدتم فيه ما ينفع حافظوا عليه، وإن وجدت فيه ما لا ينفع أرموه جانبا ولا تهتموا به. ويجي يوم إذا وجدت في كلامي ما يؤذي أوطانكم والله العظيم إن اتبعتموهم لا تستحقون أن تنسبوا لهذه الأوطان، لأنه هذا هو الواقع. أنا ماني من أولئك الذين يقولوا نحن والحجة لدينا ويتباهوا في شبكات التواصل الاجتماعي ويتباهوا بأعداد المتابعين وأنا أفضل، ولا إذا انتقدني واحد معناها راه هو ما هوش مليح وأنا اللي مليح. أبدا، قد يكون هذا اللي انتقدني هو المليح وأنا اللي مانيش مليح وكذا. هذه تحدث المسألة مسألة آراء ومسألة أفكار. أنا عندي زاوية معينة ومعطيات معينة أنظر منها، أنت قد تكون لك زاوية معينة تنظر منها. فقط المسألة هي مسألة أخلاق وخلق منيع وليس سلوك شنيع في التعامل مع هذا الشيء. أنا لا أنزعج أنك تختلف معي أو تحاول أن تصحح لي أو ترسل لي رؤية أخرى أو حجة أخرى تثبت أن رأيي خطأ، هذا أبدا لا أنكره أبدا، بل سأشكرك عليه إن أثبتت لي عكس ما أقول بأدلة أوضح وأبين وحجة قاطعة. هذا هو، لأن المنطق منطق براهين وليس منطق اتهامات عشوائية لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن فقط تعامل معي بخلق رفيع. فأنا أقول أفكار وانت اهتميت بفكرتي، أنا أشكرك لأنك قلت اهتميت بفكرتي، وانت أيضا تشكرني لأنني بذلت جهد في تقديم فكرة. هذا الذي بيننا. ولكن أنك أنت تحاربني بطريقة خارج الأفكار، تأتي باتهامات وأمور، فهذا لا يمكن أن يصمد في عالم أصلا تسيره الأفكار ويسير بالفكر. أمم تتسابق من خلال البحث عن نظريات من أجل الحفاظ على الوجود ومن أجل استمرار الهيمنة وتوسيع النفوذ والسيطرة على حدود الدول واختراقها. هذا هو العالم. نحن لا، مجرد ما يأتي سلطان يقول كلام خلاص هذا المسؤول هذا النظام راه حجة. يجي النظام الجزائري يقول المغرب دار أعمال عدائية، خلاص لازم نقول أنا أعمال عدائية. هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هات الدليل، هات الإثباتات. وإن كي نقول لك هات الدليل وهات الإثباتات، لا خاونة وعملاء راهم عملاء المخزن وكذا وكذا وكذا. لا لا، يعني يريدون من الجزائريين أن يكونوا عبارة عن قطيع، قطيع فقط، قطيع فقط. وش يقول لهم النظام يمشوا؟ يعني الشعب يطالب بتحسين الظروف المعيشية، يجوا هما يقول لك لا لا آي هكذا وهكذا 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 وخلاص وانتهى الأمر. وكأنه خلاص ما يهتموش بهذا، خلاص النظام فتح جبهة مع المغرب، خلاص لازمنا كلنا نكون ضد المغرب. لا أبدا، المغرب أهلنا وإخواننا وخوتنا وجزائريين خاوت المغاربة، والمغرب عنده قضية يدافع عليها من زاويته، وانت عندك قضية تقول من يشترف فيها مثل القضية الصحراوية، وفي نفس الوقت انت تقاتل عليها في كل جبهات وترمي في الأموال. احنا فهمنا بروحك، كي نقول لك فهمني هل أنت طرف في هذه القضية أم لا؟ إذا كنت مش طرف، الشيء اللي تدير فيه راه غلط، الشيء اللي تدير فيه راك طرف، وفي نظر العالم راك طرف، ونظر مش غير العالم الغربي بل حتى العالم العربي. يعني في الوقت اللي تقولوا بأنه قضية الصحراوية ماهيش قضية انفصالية والجزائر لا تدعم الحركات الانفصالية، في نفس الوقت يجي عمر بلان يحرض على الانفصالية في الريف. هيا فهمونا طرفي هذه كيفاش. عفوا.
المهم إخواني الكرام، إن شاء الله سنعود لكم قريبا. شكرا لكم على الاهتمام، شكرا على الكلمات الطيبة التي وصلتني، شكرا على دعواتكم. وهذه أزمة يقع فيها أي إنسان، هذا بشر، والصحة تعرفوها، والإنسان لما يتجاوز 50 يصير اليوم اللي يقضيه معافى في بدنه وجسده راه يحمد رب العالمين. والمهم أن الإنسان يعيش دائما هو معافى في قلبه، لا فيه ذرة حسد ولا ذرة بغض ولا ذرة كراهية تجاه الآخرين. فوالله يشهد الله تعالى حتى الجهات التي أنتقلها عندما أتمدد على فراشي، أحاول أن أطهر قلبي من الضغائن تجاه الأشخاص بقدر ما أحافظ على موقفي تجاه الأفعال وتجاه السياسات وليس تجاه العباد في حد ذاته. شكرا لكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.